السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات قسم نجارة الأساس. طبعا النهاردة هنتكلم على فرع جديد من فروع مواد التخصص، وهنتعرف عليه محتوياته وإزاي هيخدمنا في التخصص وربطه بالأفرع الأخرى. النهاردة هنتكلم على جزء مهم جدا وهو مادة الخامات. طبعا مادة الخامات هي بنقول عليها مادة الخامات والمعدات، ولكن احنا في الامتحان بتاعنا بيجي في ورقة واحدة بس اللي هي مادة الخامات والمعدات، ولكن احنا بنتكلم على جزء جزء على حسب المنهج بتاعنا. طيب مادة الخامات عندنا بتتكلم في الدبلوم قسم نجارة الأساس، بتتكلم على الخردوات بشتى أنواعها، يعني بتتكلم على المفصلات، بتتكلم على العقوق، بتتكلم على الكوالين، على المقابض، على السوست، على المجاري والقضبان. الكلام ده كله هنعرفه من خلال مادة الخامات فرع الخردوات. طيب احنا في مادة الخامات دي هتفيدنا في ايه يا مستر؟ مادة الخامات هتفيدنا بشكل كبير جدا ان انت تتعرف على الخامة، ازاي تركيبها، انواعها، الوحدات بتاعة البيع بتاعتها. طبعا الكلام ده كله بيلزم ابنائنا الطلبة ان احنا نتعرف عليها بشكل عملي في السوق وفي الورشة وفي النظري من خلال الشرح اللي احنا بنقدمه لكم من خلال القنوات التعليمية او شرح المدارس او شرح الكتاب. طيب تعالى لما نتكلم على الخامات او الخردوات بشكل عام، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على وحدة تصنيع، الخامة نفسها بتتصنع من ايه، التركيب، وحدة البيع. تمام؟ طيب تعالى نخش على اول نوع من انواع الخردوات النهاردة، ونتكلم على المفصلات ونعرف وحدات البيع والتصنيع بتاعها هيبقى ازاي. اول حاجة تعريف المفصلة، هي الأداة التي يمكن بواسطتها تحريك الدلف أو القرص الإضافية للمناضد والبرفانات. تمام؟ يبقى المفصلة، ده تعريف المفصلة بشكل عام. يبقى هي الأداة التي يمكن بواسطتها تحريك الدلف أو القرص الإضافية للمناضد أو البرفانات. طيب الخامة اللي بتصنع منها إيه يا مستر المفصلة؟ تصنع غالبا من المعادن اللي هو الحديد أو النحاس الأصفر أو الأحمر، وأحيانا من البرونز للأنواع الفاخرة وسبيكة من النحاس أو البرونز معا، يعني اللي هي السبائك، الشغل اللي هو الجديد. طبعا الشغل بتاع البوليمر الجديد اللي هو بدأ يبقى موجود عندنا في السوق اللي هو شغل البلاستيك، اللي هو البلاستيك المعالج لمادة البوليمر. طبعا فيه بتبقى قوية جدا وشكلها شيق، وطبعا بتبقى واخدة طلة بشكل رائع جدا. طبعا دي التكنولوجيا اللي هي حصلت في مجال المعادن. تعالوا نخش على الانواع، انواع المفصلات. تعالوا نتكلم على اول نوع وهو نوع بؤجه عاده، مفصله البؤجه العاده. بيتراوح طولها، طول جناحها ما بين 2.5 ل 15 سم، وهي تتكون من جناحين متداخلين ومتصلين بمحور، وكل جناح به ثقوب مخوشه. مخوشه عشان نقدر ان احنا نداري شكل الراس بتاعه المسمار في التخويش نفسه، يعني الثقب نفسه ما بيبقاش ثقب عادي بشنيور او الكلام ده كله، لا الثقب نفسه بيبقى ثقب وفي تخويش على حسب الراس بتاعه المسمار نفسه، انها بتخش وتبات في قلب التخويش نفسه. اللي يثبت بهذا المسمار البورما المسلوب. طبعا معظم الدرف او بنسبه 100% من الدرف بنعملها بالمسمار البورما المسلوب. تعالى نقول تستعمل في ايه بقى؟ اللي هي المفصله البؤجه العاده. تستخدم لتحريك وحمل الدلف، ويراعى عمل خدش في سمك الدلفه. دي حته عمليه بقى، ان انت ازاي تشرح هي المفصله البؤجه ازاي بتعمل لها عمليه تخويش في الدلفه عشان ما تبقاش بارزه بمقدار سمك الايه؟ المفصله نفسها. ومثلها في العلبه، يعني نفس الجزء اللي انت هتفحره في قلب الدلفه نفسه هتفحره بالظبط في قلب العلبه، بحيث ان السمك اللي هو بتاع الجزء الاولاني، جزء واحد او جزء اثنين، هو نفس السمك، وبنبدا ان احنا نفحر لهم في جنب جنب العلبه وجنب بنفس السمك نفسه. وتثبت في نص دلكها ظاهر خارج عن قطعه الاساس، وتتم تثبيت الاجنحه بالمسامير البرمه. طبعا الكلام ده كله انت من خلال ان انت بتقعد تبدا ان انت تركب اي مفصله، بتبدا تعرف ان انا ازاي بثبت التخانه، ازاي بستخدم المسمار، ازاي بعرف التخويش، ازاي ان انا بقدر ان انا ارتب المفصلات على حسب تحريك الضلفه. تعالوا نشوف رسم المفصله، اهي شكل المفصله العاديه جدا بنلاقيها
في الضلف الخفيفه اللي عندنا. تمام، ده الشكل الرأسي، ده الجانبي، وده الأفقي. بتشوف موضوع التحريك، ده السمك اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو بتبدأ تخوش له فيه الضلفة عشان تبدأ تثبته. طب تعال نشوف ازاي بنخوش له وازاي بنرسمه. بص الجزء دوت بتاع المفصلة عامل له هنا تخويش بمقدار السمك، وتخويش بمقدار السمك التاني بتاع الجزء الجناح التاني، الجناح الأيمن والجناح الأيسر للمفصلة. تعال نبص كده برضو نفس الكلام في الضلف، بيبان معايا في القطاع الأفقي بشكل كبير جدا. تعال ناخد النوع الثاني وهو مفصلة بؤجة بزر. بنقول ان بيتكون من جناحين متداخلين، يعني كل المفصلات تقريبا بتبقى أجنحة متداخلة ومتصلين بمحور داخل زيتونة. ويتعامل هذا النوع لفتح وتحريك الضلف الكبيرة الثقيلة غير قابلة للخلع. طبعا الضلف اللي هي بنلاقيها مثلا زي الابواب او الضلف اللي هي بتاعه الدواليب بشكل كبير جدا، اللي هي الاخشاب البطن بتبقى تقيله ومحتاجه مفصله محمله. طبعا المفصله اللي هي بؤجه بزر ديت انسب حاجه ليهم. اما النوع الثاني منفصل ذات اجنحه قابله للفك، ويستخدم للضلف القابله للخلع، وبشرط تثبيت الجناح ذات المحور في جانب العلبه بحيث يكون اتجاه المحور لاعلى. طبعا الكلام دوت احنا بنشوفه في الدواليب بتاعتنا اللي هي في اوضه النوم بشكل كبير جدا، بنشوفه في النيش اللي هو النوع الثاني دوت، لان القطعه اللي عندنا قابله للفك والتركيب الدولاب والنيش في جزء ثابت وفي جزء قابل للفك والتركيب. الاستعمال يستخدم هذا النوع لتحريك الضلف الكبيره طبعا قلنا اللي هي قابله للخلع. تعال نشوف رسمة مفصلة. دي بنقول بؤجة بزر، خلاص ده شكل تاني منها. تمام، ده النوع الاولاني اسمه بؤجة بزر الزيتونة، ودوت النوع العادي اللي انت بتشوفه بشكل كبير جدا في الابواب وبتشوفه في الضلف بتاعة الدواليب والنيش. تعال نبص مفصله باجنحه مختلفه. مهمه جدا 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 ان احنا ندرس النوع دوت ونعرف هو بيتعامل مع انهي جزئيه في قطعه الاساس. بنقول ان في جناح طويل واخر قصير، طبعا الموضوع ده هيهمنا في المناضد وهنعرف ازاي دلوقتي. وهي استعمالها قرصه منضده اضافيه تفتح لاعلى ولاسفل. طبعا احنا في من خلال ماده العمليات درسنا المناضد وازاي كميه استطالتها وازاي ان احنا بنركب لها مفصله باجنحه مختلفه. بنقول بيثبت جناح المفصلة القصير بالسطح السفلي للقرصة، يبقى الجناح القصير بيثبت في الايه؟ في القرصة الأصلية. أما الجناح الطويل فيثبت في سطح المنضدة الإطرافية. طب ليه القصة ديت؟ دي أمور فنية يا جماعة، إن أنت لازم إن الجزء الصغير بيتثبت في الأصل، أما الجزء اللي بيبقى محمول اللي هو الإضافي بيبقى محتاج إن أنت تديله حمل أو عزم أكبر، لأن بيبقى التحميل على الجزء بتاع المفصلة بشكل كبير جدا في القرصة مش في الجسم الترابيزة نفسها. تعال نبص كده، ده الجزء اللي بيتثبت فيه عظم، بنقول عظم المنضدة، وده الجزء اللي بيتثبت فيه الجزء اللي هو الجناح بتاع المنضدة نفسها، وده شكل تاني. طبعا ما يهمنيش بقى كام مسمار، 3 4 5، مش هتفرق معايا، ده على حسب الموديل والتصميم والتصنيع. ده بنشوفه كتير جدا، حتى لما بتيجي الناس اللي هي عندها رزة بتلاقي الموضوع دوت موجود عندهم بيشوفوه. ده بيتركب مثلا في الحلق، ودوت بيتركب في الباب نفسه. خلاص ده المفصلات بتاعة مفصلة بأجنحة مختلفة. طيب تعال نبص على مفصلة شريط، بنعرفها باسم البيانو. المفصلة ديت يا جماعة مهمة جدا، وبنقول عليها ان هي بتتباع بالمتر. تستخدم فين بقى؟ في البرفانات وفي البيانو. في العقل بتاعتها ما بتتباعش، او ما بتتباعش بالايه؟ بالوحده، بتتباع بالمتر. بنقول تستخدم في الضلف لاغطيه البيانو، وطبعا بنستخدمها في البرفانات. البرفان اللي هو بيبقى متعدد الضلف اللي هو بيستخدمه في غرفه خلع الملابس او في الاستوديوهات بشكل كبير جدا. طبعا ديت المفصلة عاملين لها اختزال قطع اهوت، دي بتتباع بالمتر، بتبقى غير قابلة للفك والتركيب. طبعا بتستخدم في اغطية البنيان وبشكل كبير جدا وفي البرفانات.
تعال نتكلم عن مفصلة اللاب، تتكون من 3 أجنحة متصلة مع بعضها اتصالا منفصلا وتسمى بمفصلة برافان أو مفصلة اللاب إنجليزي، ويوجد منها نوع آخر يتكون من جناحين وسوستة ولكن ذات الحركة، تستخدم لتحريك الدلف للداخل أو في مجال 360 درجة، وتستخدم في البرفانات والسواتر والحواجز. طبعا دي نوع القلاب دوت، قلنا ان هي بتاخد دايره دائريه كامله، ويستخدم في البرفانات المردود. يعني ايه؟ انا عندي الحاجز بتاع ما بين المعابر بتاعه الابواب، بقدر ان انا استخدمها لانها بتتحرك في مجال 360 درجه. طبعا بتستخدم كل المفصلات عندنا، مسمار بورما في العظم والجناح بتاع الضلفه نفسها، بنبدا ان احنا نستخدم المسمار البورما التاني. تعال نبص عليها، هي ده جناح، ده الجزء الاوسط، ده الجناح التاني، ده اشكال مختلفة برضو، ده بنبص هنا برضو ده شكل تاني، ده نموذج بنبص هنا، ده كلها نماذج لمفصلة القلاب. مفصلة سلندر، وديت اللي بتستخدم عندنا في المطابخ. طبعا بتبقى محتاجة قوة وفي نفس الوقت محتاجة عزم، ومن المفصلات اللي احنا بنقدر نستخدمها في المطابخ بشكل كبير جدا، وفي الحاجات اللي هي قابلة للرد او قابلة للقفل بعد الفتح. تستخدم لتحريك دولف قطع الاساس، وتختلف الا ان السلندر يثبت فيه داخل تكويش. طبعا التكويش دوت ليه، يعني ايه؟ احنا مش بنخوشه بازميل ولا الكلام ده كله، احنا بنعمل له عملية تخويش بنقول عليها بنط التخويش، اللي هي البنطة الاسطوانية. خلاص؟ طيب تعال نخش ونقول ان انا النوع دوت يستخدم في المطابخ بشكل كبير جدا. تعال نبص على الاشكال بتاعتها، ده اشكال تحريك الدولف نفسها، وده شكل المفصله لوحدها. مفصله صفرة سطح وحرف، تستخدم لتحريك القرف الاضافيه طبعا لتكوين استقامه القرصه الاصليه لزيادة مساحة عند الحاجة. طبعا القرص بتاعة المناضد اللي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نزود لها المساحة بتاعتها، بنقدر نستخدمها مفصلة اسمها مفصلة ايه؟ صفرة سطح وحرف. سطح وايه؟ وحرف. تعال نبص على مفصلة السطح، بنقول ايه؟ بتثبت في سطح القرصة، ويثبت احدى جناحيها على القرصة الأصلية والجناح الثاني على القرصة الإضافية. طبعا كلهم ثوابت، بنقدر ان احنا من خلال مفصله واحده بنقدر ان احنا نعرف بقيه المفصلات بتتثبت ازاي. تعال نشوف المفصله حرف، بنقول ان استعمالها كان النوع السابق الا انها في التثبيت، فهي هذا النوع يثبت في الجناحات في سمك القرصه الاصليه والجناح الثاني في السمك بقى مش في العرض نفسه. تمام؟ طبعا بتتباع بالعدد، وتصنع من الحديد والنحاس، وتستعمل المسامير البورمه لتثبيتها. رسم المفصلة ديت شكل من الأشكال بتاعتها، دي أشكال مختلفة بقى لمفصلة السطح والحرف بجميع أشكالها والتصميمات بتاعتها. تعال نبص هنا في المناضد، دي القرصة الإضافية اللي قبل الاستطالة، بتركب جزء هنا. طبعا الحرف لو مفصلة سطح وحرف بتركب في السمك هنا والسمك هنا، لو مفصله سطح بس بتركب من الجزء دوت في الجزء دوت، وبتبدا ان احنا نحرك المنضده بتاعتنا. تعال نخش على باب العقوب. العقب بديل للمفصله. العقب بديل للايه؟ للمفصله. يعني انا في الدولف قبل الفك والتركيب بستخدم حاجه اسمها العقب. طب العقب دوت عباره عن ايه؟ عبارة عن جزئين من الحديد، بنلاقيهم ان هم موجودين بشكل كبير جدا في الدولاب بتاع حجرة النوم، تمام؟ او القطعة الاساس قبل الفك والتركيب. طيب هو على انواع مختلفة. طيب ازاي انواع مختلفة يا مستر؟ اول نوع بنقول عقب اعادة. طيب استخدامه ايه يا مستر او وصفه ايه؟ هنعرف من خلال الشرح بتاعنا، بس ادي لك نبذة سريعة عنهم كلهم واستخداماتهم وازاي بيجوا في الامتحانات، لان باب العقوب من الابواب المهمة جدا اللي بتخدمنا في كذا فرع، بتخدمنا في مادة العمليات، بتخدمنا في مادة الرسم الفني بشكل كبير جدا. خلاص؟ وهنعرف ان من خلال دراستنا لباب العقوب ان احنا
بنقدر نوظف العقل بتاعنا في مادة العمليات ومادة الرسم الفني، وليه دور كبير جدا معانا السنة دي. طيب أول العقب بنقول عليه العقب بالعادة بيستخدم في الضلف الايه؟ الغطسة سنة، يبقى الضلف الغطسة سنة بيستخدم لها العقب بالعادة. طب بيستخدم في ايه تاني؟ بيستخدم في الضلف السكرتيرة، تستخدم في الضلف التي تفتح وتختفي. تمام؟ يعني الضلف التي تفتح وتختفي مع ان انا بحرر الجزء بتاع النتوء اللي هو في الجزء المعدن، وببدأ ان انا الدليك بيهرب من خلال ان انا بعمل له عملية تحوير في شكل الخامة نفسها، ولكن هو العقب انت بتجيبه، ولكن الصانع الفني بيقدر ان هو يعمل عملية نشر الجزء منه عشان يستخدمه في الضلفة التي تفتح وتختفي. يبقى العقب العادة بيستخدم فين؟ في الضرف الغطسة، يستخدم في الضلفة السكرتيرة، يستخدم في الضلفة التي تفتح وتختفي. طيب تعالى لتاني عقب معايا، عقب بركبة عدلة. ايه عقب بركبة عدلة دوت؟ قال العقب بركبة عدلة دوت بيستخدم في الضلف المخدمة. تمام؟ يستخدم في الضلف المخدمة. طب الطول بتاع العقب العادة كان كام يا مستر؟ كان الطول بتاعه من 4 ل 5 سنتي. طب أبو ركبة؟ قال لي من 4 ل 6 سنتي. يبقى يستخدم العقب أبو ركبة عدلة في الضلف المخدمة. طيب عندي بعد كده عقب بركبة مايلة. عقب بركبة ايه؟ مايلة. بيستخدم فين دوت؟ بيستخدم في الضلف البارزة، يعني الضلف اللي عندي بارزة ومش لاقي ان العقب العادة او العقب بركبة ماشي معاها، بقدر ان انا استخدم لها في ركبة مايلة، العقب بركبة مايلة. طيب كده خلصنا العقوب؟ لا. قال لي لا، في عقب اسمه العقب المقوس. ايه العقب المقوس ده؟ بيبقى عبارة عن نص ربع دايرة بيستخدم في الضلف المنحنية. تمام؟ يستخدم فيها الضلف الايه؟ المنحنية. يبقى انا عندي العقب العادة، وعرفت انه يستخدم فين؟ العقب ابو ركبة عدلة، ابو ركبة مايلة، المقوس. تعالى ده الكلام اللي انت المفروض من خلال ان انت بتقعد في الورشة او بتستمع للمدرس النظري او بتشتغل في السوق بتعرف الكلام ده. تعال نشوف الكلام الاكاديمي عن العقب ونشوف التفاصيل بتاعته ايه. اول حاجة بنقول يستخدم الاعقاب لتحريك الضلف كبديل للمفصلات بانواعها المختلفة، وخاصة في دواليب غرف النوم القابلة للفك مع اعادة تركيبها مرة اخرى بسهولة. كما تستخدم ايضا الاعقاب في الضلف المختفية التي تفتح لاسفل كالسكرتيرة. طبعا تعال شوف الخامة بتاعتها، بتستخدم الاعقاب من الحديد او النحاس الاصفر. العقب العدل اللي هو العادة يستخدم في تحريك الضلف الغاطسة سنة عن سطح. طبعا الكلام ده احنا شرحناه بالبلدي، ولكن احنا بنشوف بنوريك الكلام الاكاديمي اللي هو ده او دوت بيدي لك نفس الدرجة، عن سطح العظم او الضلفة المنحنية تحت القرصة او تحت القاع. طب تعال نشوف بقى التكوين بتاعه. التكوين بتاعه دوت تقريبا مش بتاع العقب العدل، بتاع كل العقوب، بس نشوف التكوين بتاع عقب واحد وطبقه على كل العقوب. بيقول لي يتكون من جزئين من الحديد، ذكر وانثى، يثبت ذكر العقب دائما في سمك الضلفة. يبقى ذكر العقب يثبت فين؟ في سمك الضلفة من اعلى ومن اسفل. يبقى من اعلى ومن اسفل، يبقى الذكر بتاع العقب بيثبت ايه؟ من اعلى ومن اسفل في الضلفة. وتثبت الانثى بالقرصة والقاع من الداخل او على الاجناب من الداخل. طبعا لسهولة، لان العقب فيه جزء اللي هو الجزء النتاية ما بيتثبتش بمسامير، فبيبقى حر الحركة. ليه؟ لان انا بدخل الجزء اللي هو المعدن اللي هو الذكر، وببدأ ان انا احرك الضلفة للداخل عشان تبقى سهولة فكها وتركيبها، لان هو دي الطريقة بتاعة تركيب العقب او العقوب بشكل كبير جدا. طيب او على الاجناب من الداخل في حالة الضلف السكرتيرة، يلاحظ في الضلف الضلف المعرضة للخلع في دواليب الملابس، ويترك ذكر العقب بالضلفة. طبعا ده كله بيقدر ان هو يوصف لك العقب او التكوين بتاعه، ودوت تقريبا بيتطبق على العقوب بشكل عام. طبعا احنا قلنا تكوينه يتكون من جزئين، احداهما به الوصف بتاعه الصح بتاعه، بنقول ان في جزء فيه نطوء بارز اللي هو المحور ويسمى بالذكر، والتاني به تجويف مقابل وهذا يسمى بالانثى، نفس القطر مع زياده بسيطه لسهوله التحريك في العقب. وحده البيع قلنا بالعدد او بالطقم، وهو لازم لتركيب ضلفتين متقابلتين. انواعه
نبدأ نتعرف على أنواع دلوقتي. بركبة عدلة، قلنا إن الركبة العدلة وفقية الوضع تمام، تستخدم العقب بركبة عدلة وفقية الوضع في الضلف المخدمة أو البارزة سنة، وهو يتكون من جزئين متساويين من المعدن ذكر وأنثى بكل منهما ركبة قائمة. خلاص يبقى دوت تاني عقب احنا بنتعرف عليه اللي هو بركبة عدلة. طيب تعالى نشوف التركيب بتاعه، تقريبا هو هو، ولكن الركبة بتبدأ في نهاية العقب، بنقول ايه، يركب في قطع الاساس بحيث تكون الركبة خارج قطعة الاساس لامكان فتح الضلفة في مجال 180 درجة، حتى لو كانت الضلفة تقفل على بعضها بدون قواطيع. اما العقب بركبة عدلة رأس الوضع فيستخدم فيه الضلف المنحنية ومن اسفل. تعال نشوف رسم العقب بقى بتاعنا. ده العقب العادة، خلاص بنقول ان طوله من 3 من 4 ل 5 سنتي، ده الجزء اللي بين النطوق، دي المسامير اللي احنا بنبدا نثبت بيها، ده جزئين على بعضهم. تعال نبص هنا، الجزء اهوت اللي بيثبت فيه الذكر، وهنا الجنب اهوت اللي بيسجل فيه بيثبت فيه الانثى، وده جنب العلبه، وديت الضلفه زي ما احنا شايفين. تعال نشوف ابو ركبه عدله، ماشي اهوت، بنقول ان الطول بتاعه من 5 ل 6 سنتي، ده الجزء بتاع الركبه. الطريقه الصح بتاعته ان انت بترسم العقب بتاعك وبتبدا تاخد السمك بتاعك. طب سمك العقب دوت ايه قد ايه في العمليات او في الشغل بتاعنا؟ قلنا 8 مللي، ودوت 8 مللي، بتنزل 8 مللي ديت وبتبدا تاخد قطر الدايره بتاعتك، بتلف لفه كامله عشان تعمل العقب اللي انت شايفه قدامنا دوت. عقب بركبه مايله، طبعا ان احنا قلنا بيستخدم فيه الضلف المخدمه. طبعا بنقول ان العقب ابو ركبه مايله دوت بيحرك الضلف خارجه لامكانيه تحريكها ب 180 درجه. طبعا استخدامه في السكرتيره قليل جدا، الاستخدام بتاعي للعقب العاده بشكل كبير جدا. طيب تعالى هنا وبص نسبه الميل، نسبة الميل بتاعتي ديت كام يا مستر؟ نسبة الميل بتاعتي ديت لما تيجي ترسمه على 45، على 45، يعني لما تيجي ترسمه في مادة العمليات ثبت مثلثك من نسبة الشطف بتاعتك دي تبقى 45، ممكن تزودها شوية تبقى زاوية 60، بس الأفضل اللي بيطلع معاك الشغل صح اللي هي زاوية 45، اللي هي نسبة ميل العقب اللي أنت شايفه ده. العقب المقوس، قلنا ان العقب المقوس بيستخدم فيه الضلف الايه الدائريه، له ركبه تكون بارزه بجوار جنب العلبه. شايفين الركبه ديت بتبقى بارزه جنب العلبه عشان يقدر يتحرك عليها المحور بشكل كبير جدا. بنبدا ان احنا نعمل تجويف في جنب الضلفه اهوت، سمك الضلفه والجزء اللي هو الثاني اهوت، والدليك اللي هي بنقول الركبه اللي انت شايفها ديت، في طبعا ده مش بركبه، احنا بنقول عليه عقب مقوس او مقوس، دي ركبه بتبقى خارج المحور بتاعنا. الكوالين، تعال نخش على الكالون ونقول ان الكالون دوت تعريفه الاول هو الاداه التي يمكن بواسطتها غلق وتثبيت الاجزاء المتحركه في قطع الاساس مثل الضلف والادراج والعلب والصناديق، وذلك لصيانة ما بداخلها من أشياء، ويلزم اختيار أنواع الملائمة منها من حيث الشكل والطراز والحجم والخامة من قبل التثبيت. طبعا يا جماعة أنا حابب إن أنا لما أجي أتكلم على الخامات وأجي إن أنا نشرح كل حاجة، بنقول إن فايدة الحاجة ديت بالنسبة لطالب قسم نجارة الأساس وبالنسبة للاستخدام اليومي بتاعك. يعني أنا النهاردة حتى لو ما اشتغلتش في مجالي بعد ما خلصت الدبلوم بتاعي، بس اتعلمت ان انا ازاي اشتري كالون، ازاي الخامه بتاعته، الانواع بتاعته، طريقه تثبيته. الكلام دوت حرفه ان انت بتفيدك في بشكل عملي في حياتك اليوميه. يعني انا النهارده ما فيش بيت ان انا ببقى محتاج كالون للمكتب، كالون للباب، كالون للدولاب، الكالون باظ،
عندي علبة أنا صممتها ومحتاج إن أنا أركب لها شوية الإكسسوارات بتاعتها وشوية الأساسيات بتاعتها من مقابض من كوالين الكلام ده كله. طبعا أنت لازم تبقى فاهم الأنواع. طب دوت هستخدم له نوع لطش، طب عيوبه إيه وفوائده إيه؟ طيب النوع اللي هو نص لطش، طب النوع اللي داخل اسطمة، طيب أيهما أقوى، طيب صيانة دوت إيه، طب ده تركيبه إيه. الحاجات ديت لما أنت كطالب دبلوم نجارة أساس بتعرف الكلام دوت، بيبقى عندك خبرة عملية واعية جدا، حتى لو ما اشتغلتش في المجال بتاعك بيبقى على مدار السنين اللي انت عايشها بتقدر تستفاد بيها، لان الجانب اللي احنا بنستخدمه في التعليم الفني بشكل كبير جدا جانب تطبيقي، بتقدر تستفاد بيه وتقدر تفيد بيه اللي حواليك. يعني لو واحد زميلك او اي حد من الاسرة سألك بتقدر ان انت تفيده وتقدر تدله على حاجة كويسة ان هو يقدر يستفاد بيها وتقدر انت تفيد بيها نفسك. طبعا الكوالين بنقول ان هي تستخدم لتسكيك الايه الدولف والادراج والبيبان طبعا. طيب عندي انواع من الكوالين، عندي النص اللطش دوت اللي هو بيستخدم فيه الادراج، وفي عندي النص لطش طبعا ليه استخدام ان انا بقدر ان انا بعمل له جزء في تخانه الدرج او تخانه الضلفه، وعندي اللي هو داخل الاسطامه ودوت اللي احنا بنلاقيه في الدواليب وبنلاقيه في الحاجات اللي هي بتبقى محتاجه حفاظ بشكل كبير جدا. طيب وبنلاقي السبليونه اللي انت بتقدر تستخدمها في ضلفه الدولاب وفي ضلف النيش، وبتبص بشكل عملي في الشيش اللي انت في اوضه النوم او في الشقه عندك. طيب عندك ايه تاني؟ عندك ان انت تبقى عارف الخامه اللي انت بتستخدمها ايه. قال لك ان الخامه اللي بتصنع منها الكالون لاما الحديد او النحاس او البرونز، الحديد المطلي بالبرونز. وطبعا قلنا ان ماده البوليمر ما سابتش اي منتج من منتجات الخردوات الا ما دخلتها. طيب تعالينا نشوف الجانب الاكاديمي اللي احنا نقدر نتكلم عليه. احنا شرحنا لك بشكل كبير جدا بشكل عام ازاي بتقدر تستفاد بالخامه، ازاي بتقدر تفرق ما بينها، ازاي ان انت خد الموضوع ان هو مش موضوع مذاكره وموضوع منهج ان انا هخلص امتحان وخلاص، خده ان انت هتستفاد بيه. لو انت خدت على المحمل دوت هتجيب درجه كويسه، هتقدر تستفاد بيه، هتقدر المعلومه تثبت في دماغك مش في ماده الخامات بس، في ماده المعدات وفي ماده العمليات وفي ماده الرسم وفي ماده المقايسات وفي ماده الزخارف. الحاجات دي كلها مفيده جدا لان الجانب اللي احنا بنقدر نستخدمه في نجاره الاساس جانب تطبيق. تعال نشوف الكالون. بنقول هو الاداه التي يمكن بواسطتها غلق وتثبيت الاجزاء المتحركه في قطع الاساس مثل الضلف والادراج والعلب والصناديق. كما طبعا الكلام دوت ليه يا جماعه؟ قال لك عشان بتعمل صيانه او بتحفظ الحاجات اللي هي امان للحاجه نفسها يعني. ويلزم اختيار النوع الملائم من حيث الشكل والطراز والحجم والخامه قبل التثبيت. طبعا قلنا ان الخامه تصنع غالبا من المعادن او الحديد او النحاس الاصفر او الاحمر، واحيانا من البرونز للانواع الفاخره وسبيكه النحاس، كما توجد منها انواع منفذه من البلاستيك. تعال نتكلم على انواعها ونقول اول نوع اسمه كالون لاتش. كالون ايه؟ لاتش اللي هو عاده يعرف بكالون الدرج، يثبت في سطح الضلفه او الدرج لاتش، بتبقى بنقول عليه ده كالون سريع. انا محتاج ان انا ضروري من غير اي مهنه ان انا ممكن اعمل كالون لاتش دوت، ان انا بعمل مكان النتوء او مكان اللسان اللي هيخش في عظم المكتب او الدرج نفسه، وبتبدا ان انت تثبته بمسامير بورما. بنقول ان هو من الداخل بواسطه كالون لاتش من الداخل بواسطه مسامير بورما مناسبه، وذلك ان كانت منفذه من اخشاب صناعيه او صغير السمك. يعني احنا الكلام دوت اللاتش دوت في الحاجات اللي هي بنقول عليها سمكها قليل او اخشاب صناعيه زي الكونتر بلاكيه او الكونتر ابلكاش، ولا يسمح بعمل خدش الكالون المفتاحي. طبعا احنا قلنا الاخشاب الصناعيه ما تنفعش تعمل فيها خدش باي شكل من الاشكال، لان عباره عن قشره اكوميه وسدايب وقشره اكوميه، بمجرد ان انت دخلت اي نوع من انواع الخدوش انت ضعفته وسهل كسره وسهل ان انت تقدر ان قطعه الاساس تبقى غير متينه. طبعا بيستخدم في الاخشاب البوتن ضعيفه السمك. طبعا لو في سمك عندي كبيره اقدر ان انا اعمل فيه تخويش وادخل فيه
الكالون بسهوله. تعال بص الاشكال بتاعته، ده الكالون اللطش، مجرد ان انت بتثبت المسامير دي، الجزء بتاع اللسان بتعمل له مسحار في الجزء العلوي بتاع القرصة بتاعت المكتب او الجزء المقابل ليه، تمام. ده شكل تاني للكالون. تعال نخش على كالون نص لطش اللي هو بنقول عليه فيشنج. بنقول ان هو بيشبه الكالون اللطش ويمثل وزيه في الاستعمال، ان بس هو اكتر دقة من الكالون اللطش. ليه؟ لتكوين الريش نفسها الداخلية، يعني بنقول امتن وهو تقريبا نفس اللي فات في الشكل والمضمون والاستعمال، بس دوت اكتر دقة بنقول عليه الريش نفسها بتبقى ليها مواصفات غير المواصفات بتاعت الكالون اللطش. ويثبت داخل خدش على سطح، طبعا احنا قلنا كالون نص لطش بنعمل له عملية خدش فين؟ في جنب الدرج، ولازم الضلفة نفسها تبقى خشب مش كونتر، خشب طبيعي اللي هو خشب زان او موسكي او اي كان نوع الخشب، او السطح الداخلي للدرج، وهو لا يصلح للضلف المنفذه من الكونتر، عشان عرفنا ان الكونتر اخشاب نص مصنعه بتبقى عباره عن قشره رقومية وسدائد. ويرى ان يكون السمك مناسبا وانسب استعمال له هو الضلف المكونه من غطاءات داخل حشوات خشبيه او زجاجيه او المنفذه من اخشاب بطن بطريقه اللحامات المعروفه او المنفذه بطريقه التجليد، علشان مش دي كلها انواع تقدر ان انت تركب فيها الكالون النص لطش اللي هو في شيب. تعال نبص على التثبيت. يثبت الكالون اللطش او النص لطش في داخل الضلفه او الدرج في وضع راسي او افقي مع عمل ثقب نافذ للمفتاح. طبعا انت بعد ما بتثبت بتعمل ثقب في قلب الجزء الامامي لوجه الدرج، بحيث ان انت تقدر تفتح او تغلق منه الكالون. الاستعمال يستخدم هذا النوع لفتح وتحريك الضلف الكبيرة الثقيلة غير قابلة للخلع اللي هو نص لطش. تعالى نقول كالون داخل اسطامة اللي هو بشوكة او بسقاطة، بنقول عليه بشوكة او ايه سقاطة. يستخدم هذا يستخدم فيه الضلف المنزلقة الخشبية او الضلف الحصيرة او الضلف المنظورية او الكورديون، كل دوت او ظرف البيانو، كل دوت اللي هو بنقول عليه بشوكة او بسقاطة. كما يستخدم ايضا في العلب او الصناديق وذلك. وهذا الكالون له وجه معدني مقابل للسان به تجويف يسمح بفرد الشوكة عند الغلق. طبعا انت بمجرد انت بتعمل غلق للضلفة نفسها، الشوكة تبدأ ان هي تفرد وتقفل على الجنبين، وهنعرف الشكل بتاعه من خلال رسمنا دلوقتي. تعال نشوف التثبيت بتاعه. يثبت الكالون بعمل نقر في العظم وثقب نافذ للمفتاح، وعمل نقر مقابل للسان لتثبيت الوجه المعدني المقابل للسان. ويختلف الوجه المعدني المقابل للسان الكالون او الشوكة عن الكالون ذات السقاطة، اذ انه يحتوي على السقاطة على سن خطاف يتم تعشيقه في الكالون عند الغلق. وهذا الكالون يركب في كل من الوضعين الرأسي والأفقي، ويتم التثبيت بمسمار البورما اللي هو مسمار التخويش. تعال نتكلم على كالون السابليونة دوت اللي هو معروف كالون السابليونة بتاعة النيش بشكل كبير جدا أو قط النوم. بنقول يكثر استعماله في ضلف الدواليب لغرف النوم، ويتم الغلق من أعلى ومن أسفل بسابليونة. يعني لو انت بصيت في الدولاب بتاعك اللي هو في اوضه النوم فتحته، هتلاقي ان انت عندك كالون في النص وفي سيخ فوق وسيخ تحت. السيخ اللي فوق دوت بيبقى اللي هي السبليون نفسها، بتبقى فيها مشقبيه وطالع من الكالون شوكتين، راكبه شوكه اولانيه في السيخ اللي من فوق والسيخ اللي من تحت، وبيشتغلوا عكس بعض. يعني اول ما بتفتح السيخ الشوكه بتطلع لفوق وشوكه بتنزل لتحت، بتبدا تعمل عمليه الغلق للضلفه نفسها.
يبقى بنقول ان هو بسابليونه معدنيه سيخ معدني لعدم الانفلات، ويستخدم هذا النوع من الكوالين في غلق الدرف المتقابله للذكر والانثى او الافريز او الدرف الكبيره للدرف الملابس. طبعا الدرف اللي هي بنقول عليها الدرف بتاعه اوضه النوم بتبقى ذكر وانثى او افريز او الكلام ده كله، ديت مش هتفرق معانا في نوع القفل، ولكن ان انت بتركب سبليونه وتركب له كفر حمايه كمان بتبقى ممتاز جدا للدلف بشكل كبير جدا. يثبت الكالون اللطش على سطح الضلفه من الداخل مع عدم عمل ثقب نافذ للمفتاح. طبعا ثقب النافذ دوت للمفتاح ده بشكل كبير جدا ان هو لازم يبقى معانا في اي كالون ايا كان نوعه. وتغطى الاسياخ السبليونه بسدائب خشبيه ملفوفه على شكل نص دايره، دوت اللي احنا بنقول عليه كفر الحمايه، بيبقى بيحمي الجزء بتاع السبليونه وفي نفس الوقت بيديها منظر جمالي. في اعطائها قطع طبعا منظر جمالي مستحب من الداخل. كالون داخل استامه عاده بيحل محل النوعين السابقين في غلق الدلف والادراج، الا انه اكثر دقه في التكوين. طبعا ده كالون داخل استامه عاده. طبعا احنا عايزين ناخد نوع جديد او الاشكال نفسها اهي بتاعت الكالون داخل استامه. ده الكالون اللي انت بتشوفه بتاع الاهرام او سابي بتاع زمان الشكل اللي قدامك دوت. ده نوع حديث شويه، وده النوع التقليدي اللي احنا بنستخدمه بشكل كبير جدا في غرف النوم والابواب بتاعه المنازل. النوعين اللي هم شايفهم دول ده اسمه كالون داخل اسطامه. تعال نخش على المقابض. المقبض انا حابب ان انا اتكلم على المقابض قبل ما ابدا في المقابض. بنقول ان المقبض دوت هو الوسيلة. المقبض يعني احنا بندرس الخردوات بشتى انواعها، كل حاجة في الخردوات احنا بندرسها بحيث ان الطالب يبقى متكامل. المقبض بنقول هي اداة لسحب ودفع قطعة الاساس سواء في دولف او في ادراج. طيب المقبض ديت ليها دور كبير جدا، وان احنا في الطرز درسنا ان ازاي كانوا يعني ما تقولش ده ايه ده مقبض عندي ايه المشكلة. لا، المقبض دوت لازم نهتم بيه ونهتم بالخامه، وعلى حسب التصميم نفسه بنبدا نختار المقبض. طب المقبض دوت انت بتقول ده مقبض انا ممكن اي حد يركبه، وممكن لا. هي احنا لما جينا درسنا الطرز وجينا درسنا التصميمات نفسها درسنا ان في حاجه اسمها ان انت مش بتجيب اي مقبض وتركبه خلاص، في اختيار للمقبض الناحيه الفنيه بتاعتك خلاص. لما درسنا الطراز شكل المقبض نفسه الفنانين كانوا بيهتموا بيه ازاي، احنا ما ينفعش ان احنا نيجي في العصر بتاعنا دوت وما نهتمش بحته الشكل بتاع المقبض. طب المقبض دوت بيصنع على اما من الخشب، ايه ده خشب ازاي؟ قال لك ان انا ممكن في مجال الخرط بتاعنا ان انا اعمل مقبض مخروط وادي له دهان كويس جدا، يبقى وسيله ان انا اقدر امسك بيها او ادفع او اسحب بيها الدرج. طيب الاجزاء المخروطه ديت استخدمناها كتير جدا في الطرز وقدروا انه يعملوا منها اشكال كبيره جدا. طيب ايه الاشكال التانية؟ طبعا الشكل الشائع عندنا هو المعادن اللي هو بنقول بيصنع من النحاس او الحديد او البرونز، وفي منه من البلاستيك. طبعا في عندنا البلاستيك المطلي بالنيكل او الفضه، بيبقى ديت في الانواع العاليه شويه. طبعا المقابض ليها دور كبير، كل حاجه احنا لما بنيجي ندرسها بندرسها باستفاضه، وبنقدر ان احنا نشوف الخامه وطريقه التركيب وطريقه التثبيت للجزء اللي هو بنخرج بيه منتج عندنا متكامل. ايه المنتج اللي عندنا اللي هو المنتج المتكامل دوت؟ اللي هو الطالب اللي هو خريج قسم نجاره الاساس، ما يبقاش ناقصه حاجه. يعني ما تيجي مثلا يقول له ايه ده الحاجه دي انا ما درستهاش، الحاجه دي انا ما خدتهاش. الكلام دوت طبعا على مستوى التعليم الفني في مستوى التخصصات، كل تخصص بيبدا ان هو يدرس ادق التفاصيل بحيث ان المنتج بتاعه او اللي هو الطالب نفسه بيبقى خارج متكامل. لو ما استفادش بيه في الناحيه العمليه الناحيه الحياتيه ان هو بيقدر ان يبقى عارف الانواع ايه وبتستخدم في ايه والكلام ده كله. تعال نشوف الكلام الاكاديمي بتاع المقبض. الخامه بنقول ان هو من الخشب العدل او المخروط، طبعا اللي هو معمول على المخرطه،
او الحديد المنكل او البرونز المذهب او النحاس المؤكسد، مقابض ودلايات وازرار بشكل حديث وتاريخي طبعا اللي احنا قلنا عليهم في الطرس. طبعا في المقابض البلاستيكيه اللي هي بنقول عليها مقابض بلاستيكيه بتبقى واخده نسبه طلا بالطريقه الحديثه. تعال نشوف الاستعمال. تستخدم في سحب وتحريك الدلف والأدراج وتصنع من الخشب أو البلاستيك أو المعادن وتكون عادلة أو مخروطة ومزخرفة وتثبت بالغراء أو المسامير الألووز والصمولة، ويوجد نوع منها داخل اسطامة طبعا اللي هي بنقول عليها مجوفة للدلف الحصيرة، مش هينفع ان انت تركب لها مقبض عادي، لازم يبقى مقبض مجوف في قلب قطعة الأساس ماشي، وهي غاطسه لامكان سحب وتركيب واسطه المسامير البرمه طبعا بتبقى معمول لها تخويش في قلب الضلفه نفسها وبالذات في الضلف الحصيره او الضلف الجرار. انواع المقابض بنقول مقبض مخلق وهو على عده اشكال، نذكر منها مقبض مخلق بشكل بجزء من طوله وجه درج عدل يغطى على مجرى، وجه مخلق جي دوت يا جماعه بنقول عليه ان هو شكل من اشكال الحلقيه، بطول وجه الدرج مغطى مائل يغطى على المجرى والقاع. مقبض مخلق في عرض وجه الدرج طبعا دي كلها انواع من انواع المقابض اللي احنا بنشوفها مقابض مخلقه. طيب تعالوا نخش على المقابض الخشبيه، بنقول في منها العدله ومنها المخروطي ومنها الازرار، طبعا مقابض ودلايات معدنيه وبلاستيكيه، مقابض غائره ومقابض بلاستيكيه، طبعا دي كلها انواع من انواع المقابض كتيره جدا. انت لما تروح عند الموان او تروح في مكان فيه معرض بتشوف انواع واشكال لا حصر لها من المقابض واشكالها مختلفه. طبعا مقبض مخلق اللي هو تخويش للزجاج، بنقدر ان احنا نعمل برضه للزجاج في الدلف تخويش عن طريق الليزر. تعال نبص على طبعا دي بعض النماذج من المقابض، هنلاقي ان دوت ما بين المعدن والخشب قدر ان هو يطلع مقبض، ما بين البلاستيك والمعدن قدر ان يطلع مقبض، ده معدن كامل او بلاستيك مطلي، ده معدن كامل او بلاستيك مطلي، نفس الكلام بالنسبه للمقبض دوت. والمقابض ديت طبعا بتستخدم في ابواب الشقق اللي هي المقابض الكبيره اللي انت شايفها ديت، المقابض الصغيره ديت في الادراج وفي قطع الاساس الصغيره. تعال نبص ديت، طبعا ديت بتستخدم في الابواب بشكل كبير، ده بنقول عليه وجه بيبقى ليه جزء عمود بيقدر ان هو يحرك لي الكالون اللي هو المقبض نفسه ماشي. دي اشكال برضه متنوعه لاشكال المقابض. تعال نخش على درس جديد بقى وهو السوست. ايه السوست ديت يا جماعه؟ السوست ديت تستخدم لتسكيك ايه؟ قطع الاساس ماشي؟ او بديل للكالون. استعمال السوست ايه؟ تستخدم السوست لتسكيك دلف قطع الاساس بدلا من الكالون للدلف المعرضه للفتح بكسره، وتختلف تسميتها حسب الشكل او النوع، فمنها السوست العاديه، السوست البليه، او السوست الممغنطه. يبقى انا عندي سوسته عاديه او سوست عاديه او بليه او سوست بمغنطه. ايه الكلام ده يا مستر؟ تعالى نعرف ان السوسته ديت بتبقى حاجه بديله بس مش امان زي الكالون طبعا، وتستخدم كبديل للكالون. تعال نشوف السوسته العاديه اللي هي بلسان كالون، دي الرسمه بتاعتها. تعالى بص، ده اللسان الكالون نفسه عامل زي الكالون بالظبط، ولكن بيبقى عباره عن سوسته في الجزء بتاع الاسطمبه دوت، بتخش وبتبدا ان هو يقفل وبتحرك عن طريق كالون طريق مقبض مش طريق مفتاح. تمام؟ بنقول ان هي ايه بقى؟ تتكون من جزئين، جزء يثبت فيه تخانه الضلفه بعد عمل نقر خاص له، اما الجزء الثاني يثبت فيه الجنب او القطوع او في السقف او في قاع قطعة الاساس، ويستخدم في التثبيت المسمار البرمة.
وذلك بعد عمل خدش في المكان المقابل للسان السوسته. يبقى احنا قلنا ايه؟ ده يتكون من جزئين. تعالى اشرح الكلام ده على الرسم. السوسته يا جماعه مهمه جدا، ومهم ان احنا الطالب يبقى فاهم يعني ايه سوسته، ويعني ايه تركيبها، ويعني ايه بديل الكالون، والكلام ده كله. بنقول ان هي بتتكون من جزئين في تخانه الضلفه بعد عمل نقر خاص، اما الجزء الثاني يثبت فيه الجنب او القطوع اللي هو الجزء اللي هو بنقول عليه دوت الوجه دوت. طبعا بيبقى وجه من المعدن، وبيبقى واخد سمك بسيط من سمك كبير، طبعا بيبقى مقابل للسوسة نفسها. تعالى ناخد النوع الثاني وهو السوسة البلية، وهي تتكون من جزئين. يثبت الجزء الأول في تخانة الضلفة من أعلى ومن أسفل أو من أسفل، وهي عبارة عن علبة من الصلب أو الحديد أو النحاس بداخلها بلية. بص ديت عبارة عن العلبة هي اللي احنا بنوصفها من نحاس أو الحديد بلية. البلية دي بتبقى وراها سوستة بترد على طول، يعني ايه؟ بتضغط عليها، بمجرد انها بتدخل في قلب النتوء بيتضغط عليها تاني بتقوم هربان. هي عبارة عن علبة من الصلب او الحديد او النحاس بداخلها بلية يبرز جزء من محيطها. هذا البلي به فتحة دائرية في العلبة، يعني الجزء دوت فيه فتحة دائرية هي في العلبة نفسها، جزء المقابل نفسه، ماشي؟ تتحرك هذه البلية داخل العلبة بواسطة ياي اللي هي بنقول عليها سوستة. ياي دوت اختصار لسوستة، سوستة مترددة أو سوستة صلب من الصلب. أما الجزء الثاني فيثبت فيه سقف أو قاع قطعة الأساس بعد عمل ثقب غير نافذ مقابل للبلية. طبعا ده ثقب غير نافذ بنقبل إن هو بنقول عليه منتهي على حسب العمق بتاع البلية اللي هتبدأ تركب فين في الوش دوت. خلاص. طبعا ويستخدم في التثبيت المسمار البرمة اللي هو مسمار التخويش فوق اللي هو دوت او دوت. السوستة الممغنطة، السوستة الممغنطة دي يا جماعة بتبقى ليها مواصفات تانية. ان بنقول بتتكون من جزئين ممغنطين، كل جزء يركب فيه الضلفة والجزء التاني يثبت له في الجنب في القاع او في السقف او في قطعه الاساس. وتسكك الضلفه في هذا النوع بخاصيه المغنطه ان هي تبقى فيها نوع من انواع المغنطه، ان انت لو الضلفه مواربه شويه بتبدا ان هي تعمل عمليه تجاذب. يستخدم في التثبيت المسمار البرمه اللي هو بنقول عليه التخويش. انا هاخد الكعوب بسرعه جدا عشان الوقت بتاعنا، لان برضو الكعوب من الحاجات اللي هي المهمة. بنقول ان الكعب استعماله في نهاية قطعة الاساس زي المناضد والترابيزات والسراير، خلاص، لمنعها من التأكل. بتبقى من النحاس او المعادن او الالومنيوم، وتركب بالمسمار البورما واحيانا من الكاوتش الكبس. خلاص. تعال بص على الانواع بسرعة. في عندي المربع بشفة عالية وكاوتش او بلاستيك او نص كورة، المسلوب بشفة عالية بدون شفة، بكعب كاوتش، المخروطي بشفة عالية مقفولة بدون شفة، بشفة سفلة ذات البلية او ذات بلية معدنية اللي هي بنقول عليها المتحركة، بلية المتحركة. مكان التثبيت يثبت اسفل قطع الاساس لحمايتها بواسطة المسامير، كما يستخدم ايضا كليبس معدني ووحدة البيع تباع بالعدد. طبعا انا حبيت ان انا اخد اكبر قدر من الخامات اللي هي موجودة عندي، ان انا اقدر اوصل لك ازاي الخامة، ازاي ان احنا بنتعامل معاها، ازاي ان احنا بنستفاد بيها من خلال مادة الخامات اللي المفروض الطلبة عندنا تبقى مادة بشكل كبير جدا على مدار حياتك مش على مدار الدراسة بتاعتك. قدرنا ان احنا نستعرض فيها العقوب، المفصلات، الكعوب، الكوالين، ازاي ان انا بثبتهم، الانواع الموجودة، الوحدات، التصنيع بتاعهم بيبقى شكله ايه.
طبعا الكلام ده كله لازم ابنائنا الطلبه يتدربوا عليه رسم، ويشوفوا الحاجات ديت في الطبيعه عند الموان، ومن خلال الورش ومن خلال التجربه العمليه ديت بتقدر ان هي توصل المعلومه بشكل كبير جدا، بيقدر ان الطالب بتاعنا يفهم، ويقدر طالب قادر على مواجهه الحياه، ويقدر طالب فني بنقول عليه طالب متكامل. طبعا استمتعت بحضراتكم أبنائي الطلبة، ونتمنى أن نلقاكم على خير في الحلقات القادمة. كنت معكم أستاذ أحمد حق.